خمس علامات تدل على شخصيتك القوية جدا التي تخيف الآخرين. هل اتهمك أحد سابقا بأنك تخيف الناس من حولك؟ هل تترك انطباعا أوليا فظا؟ حسنا، يمكن أن يكون ذلك بسبب شخصيتك القوية. غالبا ما يخطئ المرء في الحكم على الشخص الذي يراه أمامه، ولا يستطيع استشفاف ما تحت السطح من الكرم والطيبة التي تتمتع بها. إليك خمس علامات تدل على شخصيتك القوية التي يهابها الآخرون. أولا، أنت لا تحب الكلام التافه. أنت واضح جدا بشأن أولوياتك، وبالتالي تفضل الدخول في محادثات جادة ومفيدة فقط. ترى أن المحادثات الصغيرة حول الأشياء الصغيرة كإهدار محض من وقت الجميع، وبالتالي أنت دائما ما تحاول تهرب من ذلك. المناقشات الفكرية والعاطفية هي غذاء عقلك. ثانيا، تجد المزيد من الفرص للنجاح. أنت قوي الإرادة وتركز على أهدافك. قدرتك على دفع نفسك خارج المواقف الصعبة هي سبب غيرة الآخرين منك. أنت لا تسعى فقط لتحقيق النجاح حتى بعد المصاعب، إنك تحفز الآخرين على تقديم أفضل ما لديهم. في عملية السعي نحو العظمة هذه تجد العديد من الفرص التي يحلم بها الآخرون. ثالثا، أنت لا تتسامح مع الجهل المتعمد. أنت لست شخصا واعي ذاتيا فقط، ولكنك أيضا تدرك الأشياء التي تحدث من حولك بشكل عام. تجد أنه من المزعج إطلاق الآخرين للأحكام رغم جهلهم وعدم اطلاعهم الكافي. تشعر أن الأحكام يجب أن تكون واضحة ومبنية على معرفة وعلم. إذا كان شخص ما غير مستعد للتخفيف من جهله، فسوف تجد صعوبة في التحدث والتفاهم معه. رابعا، أنت لا تركز على المشاكل ولكن على الحلول. لديك إرادة قوية، وبالتالي تركز فقط على تحقيق أهدافك. أنت لا تبحث عن الأعذار ولا تقبلها من الآخرين كذلك. وهكذا فإن الأشخاص ذوي الشخصية الضعيفة دائما ما يشتكون منك ويكرهونك. خامسا، أنت دائما تلتزم بما تقول. أنت صريح وصادق، وبالتالي لا تجد صعوبة في الالتزام بكلماتك. إذا كنت غير قادر على مساعدة شخص ما، تقول ذلك صراحة، وهذا ما يعتبره البعض غطرسة. يصبح سلوكك المباشر سببا للآخرين لعدم إعجابهم بك.